فصل اتخاذ القرارات. تناولنا قبل كده في الفصل الأولاني مفهوم اتخاذ القرارات، خدنا تعريف مبسط ليه، قلنا اتخاذ القرار يعني لما أختار بديل من بين بديلين محتملين أو أكتر، لما يكون عندي فرصة اختيار لبديل أو حل من ضمن حلين، 3، 4، 10، المهم يكونوا أكتر من بديل. يبقى إذن عملية اتخاذ القرارات هي عملية اختيار بديل من ضمن عدة بدائل مطروحة أمام متخذ القرار، بحيث يرى متخذ القرار إن هذا البديل هو البديل الذي يتناسب مع كل الظروف والاحتياجات. طيب، هل في فرق بين اتخاذ القرار وصناعة القرار؟ في فرق. صناعة القرار هي العملية الشاملة اللي بتبدأ بتحديد المشكلة وتحتوي على عملية اتخاذ القرار وتنتهي باختيار البديل المناسب وتنفيذه ومتابعته. هنشوف أوجه المقارنة بين عملية صناعة القرار واتخاذ القرار. بالنسبة للبند الأول، المراحل. صناعة القرار قلنا هي عملية شاملة، فيها بحدد المشكلة، أحدد أسباب المشكلة، ببحث عن البدائل المتاحة، وأبدأ أجمع بيانات ومعلومات عشان أقيم البدائل بتاعتي اللي هختار منها البديل الأنسب. اختيار البديل الأنسب دي هي دي مرحلة اتخاذ القرار. بعد كده تيجي مرحلة تنفيذ الحل الذي تم اختياره ومتابعته، يعني أشوف هل فعلا وصل لحل المشكلة ولا لا، هل وصل لحل المشكلة المطلوبة بالفاعلية والكفاءة المطلوبة ولا لا. أما بالنسبة لاتخاذ القرار، قلنا هي مرحلة واحدة فقط، وهي مرحلة اختيار البديل المناسب. إذن درجة الشمول صناعة القرار هي الكل، هي أعم وأشمل، بينما اتخاذ القرار هي مرحلة واحدة من مراحل صناعة القرار. العلاقة بينهم، صناعة القرار جواها بتشتمل على عملية اتخاذ القرار، بينما اتخاذ القرار هو جزء من عملية صناعة القرار. طيب، درجة المشاركة يعني الناس اللي بتشترك معايا في العملية. بالنسبة لصناعة القرار، صناعة القرار دي احنا قلنا كذا مرحلة، فهيشترك فيها عدد أكبر من العاملين بينتموا لأكتر من مستوى إداري، وأحيانا بنستعين كمان بمستشارين من خارج المنظمة. يبقى إذن درجة المشاركة بالنسبة لصناعة القرار، لا، يشترك فيها عدد كبير من العاملين من مستويات إدارية مختلفة، وأحيانا بنستعين بمستشارين من الخارج. لكن اتخاذ القرار بتبقى مدير في إدارته، بتقتصر على المدير المسؤول في الإدارة بتاعته أو اللجنة المسؤولة عن اتخاذ القرار، فبيبقى عدد الأفراد محدود بالنسبة لصناعة القرار. البند الخامس في المقارنة، المعلومات. صناعة القرار قلنا هي عملية كبيرة، هي عملية شاملة، فيها مراحل متعددة، فبالتالي بتحتاج لقدر كبير من البيانات والمعلومات اللي بتبدأ بتشخيص المشكلة وتحديدها وتحديد أسبابها، البحث عن البدائل، جمع البيانات، وهكذا إلى نهاية المراحل. لكن في مرحلة اتخاذ القرار بناخد المعلومات المجمعة عشان اتخذ بيها القرار بتاعي. الوقت المستغرق، طبعا عملية صناعة القرار أطول نسبيا بالمقارنة باتخاذ القرار لأنها عدة مراحل،
بينما اتخاذ القرار هي أكثر نسبيا من عملية صناعة القرار لأنها جزء منها، مرحلة واحدة من مراحلها. المتابعة، صناعة القرار قلنا إننا لما باجي أختار البديل المناسب لازم أعمل تنفيذ ليه وبعدين أعمل له متابعة عشان أتأكد إن هو وصل للفاعلية ووصل للكفاءة ولا لأ، واللي هنعرف معناهم دلوقتي إن شاء الله. بينما اتخاذ القرار أنا بخلص مرحلة اتخاذ القرار بإن أنا أوصل للقرار المناسب. الحكم على فاعلية القرار، يعني إيه الأول فاعلية؟ الفاعلية معناها إن البديل اللي أنا اخترته ساهم في حل المشكلة. طيب هو ساهم في حل المشكلة، عرفت منين؟ معناها إن أنا بعد خطوة اختيار البديل الأنسب طبقت خطوة التنفيذ وعملت خطوة المتابعة عشان أعرف هل الحل اللي أنا اخترته وصل البديل اللي أنا اخترته وصل للحل المشكلة ولا لأ. يبقى إذا عشان أقدر أحكم على فاعلية القرار هحكم عليها من خلال صناعة القرار، لأن هي اللي فيها المراحل اللي جاية بعد كده اللي هي التنفيذ والمتابعة. لكن عملية اتخاذ القرار هو وقف لغاية ما اتخذ القرار المناسب، وقف لغاية هنا، فعشان كده مقدرش أحكم على القرار بتاعي إن كان فعال ولا لأ. يبقى إذن الفاعلية هي قدرة الحل أو البديل اللي أنا اخترته على حل المشكلة، ساهم في حل المشكلة. وبالتالي عدم الفاعلية إن أنا عند تطبيق البديل لم يساهم في حل المشكلة. واللي يقدر يحكم لي على الفاعلية دي هي عملية صناعة القرار وليس اتخاذ القرار. الكفاءة، البند الأخير في المقارنة ما بين صناعة القرار واتخاذ القرار. يعني إيه الكفاءة؟ يعني عند تطبيق البديل الذي تم اختياره ووصل للحل المشكلة وتم استخدام الموارد المتاحة الاستخدام الأمثل عندي. يعني إيه الموارد المتاحة؟ يعني الحل اللي أنا طبقته في ترشيد في الوقت، في ترشيد في التكلفة، في ترشيد في الجهد، فهو وصل لي للحل الأمثل أو حل المشكلة اللي عندي وفي نفس الوقت رشد لي الموارد بتاعتي. يبقى الكفاءة هو أن البديل الذي تم اختياره ساهم في حل المشكلة زائد عمل على ترشيد استخدام المواد. عدم الكفاءة معناها أن البديل ده ممكن يكون وصل للحل المشكلة ولكن عن طريق إسراف في الوقت أو في التكلفة أو في المجهود، فمعنى كده إن هو عدم ترشيد الموارد المستخدمة. يبقى الكفاءة هي الوصول إلى حل المشكلة. أنا وصلت للفاعلية إن أنا وصلت لحل المشكلة، ولكن حكمي بقى على ترشيد استخدام الموارد أو الإسراف في استخدام الموارد هو ده اللي بيقول لي إن كان القرار ده كفء أو غير كفء. وبالتالي اللي يقدر يحكم لي على مدى كفاءة القرار هو صناعة القرار، لأن هو اللي بيشمل على مرحلة المتابعة اللي بعرف فيها إن كان القرار الذي تم تنفيذه وصل للحل المطلوب ولا لأ، عمل ترشيد للموارد المتاحة ولا لأ. لكن اتخاذ القرار لا يستطيع الحكم على كفاءة القرار. ده كان الفرق بين اتخاذ القرار كعملية شاملة، صناعة القرار عملية شاملة وجزء منها اتخاذ القرار. نبدأ بقى ناخد الخطوات أسلوب العلمي في حل مشكلات واتخاذ القرارات اللي احنا كنا لسه بنقولها من شوية، اللي هو ايه هي خطوات صناعة القرار. ايه هي خطوات صناعة القرار؟ اول خطوة معانا قلنا هي تحديد المشكلة، يليها
أشخص المشكلة، يليها جمع البيانات والمعلومات وتحليلها، ثم من البيانات اللي أنا جمعتها دي يبدأ يتوفر عندي مجموعة من البدائل، أعرف أولد مجموعة من البدائل، البدائل دي أعمل ما بينها مقارنة وتقييم لاختيار البديل المناسب، ثم تنفيذ القرار الذي تم اختياره، ثم مرحلة المتابعة والتقييم. ناخد واحدة تفصيليا. نمسك أول حاجة تحديد المشكلة، دي أهم خطوة وأصعب خطوة من الخطوات، إن أنا أعرف إيه هي المشكلة اللي موجودة اللي مسببة أخطاء معينة أو مسببة ظواهر معينة. في دايما خطأ شائع إن أنا دايما بخلط بين المشكلة والظاهرة. المشكلة هي العقبة الأساسية أمام المنشأة اللي بتعوقها عن تحقيق أهدافها، العقبة الأساسية اللي بيحصل منها أخطاء ودي اللي بتعوق المنشأة عن تحقيق أهدافها، لكن الظاهرة هي مظاهر الخلل اللي أنا عرفت من خلالها إن في مشكلة. طب مثال، ناخد مثال الأول في حياتنا كده وبعد كده نرجع ناخد مثال من خلال المنظمات. أنت لما بتحس بصداع، الصداع ده إيه؟ هو ده المشكلة ولا الظاهرة؟ بيسموه في الطب الصداع ده إيه؟ عرض ولا مرض؟ بيسموه عرض ليه؟ لأن ده مش مرض، لأن أنا لو عندي صداع وخدت أسبرين هيخف الصداع شوية ويرجع لي تاني، هاخد أسبرين هيخف شوية وهيرجع لي تاني. ليه؟ لأني أنا كده بعالج العرض وما بعالجش المرض. لازم أعرف الصداع ده جاي لي من إيه. الصداع ده هل جاي لي من عينيا محتاجة ألبس نظارة، جاي من ودني محتاجة أكشف، جاي من إيه بالظبط؟ يبقى إذن الفرق ما بين الظاهرة والمشكلة زي الفرق بين العرض والمرض في حياتنا إيه العادي. طيب بالنسبة للشركات أعرف منين؟ قال لي لما يبقى فيه انخفاض في المبيعات، في انخفاض في المبيعات، الأرباح بتاعتي قليلة، مش دي المشكلة، دي الظاهرة اللي بتدل على إن في خلل عندي في السلعة بتاعتي أو في الخدمة بتاعتي. أنا ليه المبيعات انخفضت؟ ليه المبيعات انخفضت عن السنة اللي فاتت؟ ليه المبيعات انخفضت عن الأداء المبيعات المستهدفة؟ يبقى أبدأ أدور أشوف هل الجودة بتاعتي منخفضة؟ هل في منافس جديد؟ هل السوق مش مستوعب السلعة؟ أبدأ أدور على المشكلة الأساسية. يبقى إذن المشكلة هي العقبة الأساسية أمام المنشأة التي تعوقها عن تحقيق أهدافها، بينما الظاهرة هي مظاهر الخلل اللي من خلالها بتعرف على وجود المشكلة. وأنواع الظواهر اللي ممكن الشركات تعرف من خلالها إن في عندها مشاكل، لما يبقى في اختلاف الأداء الحالي عن الأداء الماضي، زي ما قلنا بقارن مبيعات السنة دي بمبيعات السنة اللي فاتت لقيتها أقل وأقل بنسب كبيرة، فلازم هنا أتدخل وأعرف إيه سبب المشكلة. أو اختلف الأداء الحالي عن الأداء المخطط اللي كان محطوط في الخطة، ده برضو لازم أتدخل عشان أعرف سببه. أو زيادة معدل شكاوى العملاء، برضو دي ظاهرة لازم أعرف إيه سبب المشكلة. زيادة الصراعات بين العاملين داخل أماكن العمل، تعرض سير العمل لمزيد من نقاط الاختناق، يعني حصل مثلا إن جيت أخد مخزون
والعمل عطل ليه، ايه السبب، وقف ليه. يبقى مثلا المخزون عندي وصل لأقل من الحد الأدنى، أو في تعطيل في آلة معينة، أو في، يبقى إذا لازم أدور على سبب الاختراقات اللي بتحدث في العمل. طيب خلصت المرحلة الأولى اللي احنا قلنا إن هي أهم وأصعب مرحلة، إن أنا أحدد الإيه المشكلة. نيجي بعد كده، طالما أنا حددت المشكلة اللي عندي، إيه هي مثلا مشكلتي في إن أنا كانت الجودة عندي منخفضة، يبقى أبدأ بقى إيه أشخص المشكلة، إن أنا أعرفها. ويعني إيه أعرف المشكلة؟ يعني أحدد الأسباب اللي أدت إلى حدوث المشكلة. يبقى تشخيص المشكلة، أبدأ أعرف المشكلة عن طريق تحديد أسبابها أو الأسباب اللي أدت إلى حدوثها. حددتها وحددت أسبابها، أخش على الخطوة اللي بعد كده اللي هي جمع البيانات والمعلومات وتحليلها. يعني أحدد إيه نوعية البيانات اللي أنا عايز أجمعها، عشان أبدأ إن أنا أجمعها من مصادر سواء كانت داخلية أو مصادر خارجية، يعني من جوه المنظمة أو ممكن أستعين من بره المنظمة، وأبدأ أحلل البيانات والمعلومات دي عشان أقدر أطلع منها البدائل المتاحة. والبديل هو حل المشكلة، يعني إجراء بتخذه بحل بيه المشكلة. فالبديل المتاح هو مجموعة الوسائل لحل المشكلة، ولازم يكون البديل ده واقعي ويمكن تنفيذه. عند طرح البدائل هناك ثلاثة أساليب مستخدمة لطرح البدائل. يا إما أعتمد على خبرتي السابقة، يعني المشكلة دي قابلتني قبل كده وأنا اخترت لها بدائل، فأستخدم خبرتي السابقة نفس المشكلة بنفس البدائل المتاحة. يا إما أستخدم أسلوب المحاكاة، محاكاة يعني بين قوسين التقليد، يعني منظمة أخرى نفس الصناعة بتاعتي أو نفس الوضع بتاعي حصلت لها نفس المشكلة واتبعت حلول معينة، فأنا بأخد الحلول دي وأبدأ إن أنا أو البدائل دي وأبدأ إن أنا أطبقها زيها. يبقى أسلوب استخدام أسلوب المحاكاة يعني التقليد، أو إن أنا بقى أعمل بدائل جديدة، أبتكر بدائل جديدة. يبقى ما اعتمدتش على خبرتي في المشكلات السابقة، ما اعتمدتش إن أنا أقلد المنافسين أو الشركات الأخرى، لا ده أنا أبتكر بقى حل جديد. طيب بعد ما طرحت بدائل، عدة بدائل مثلا، وليكن مثلا 5 وليكن 10، عندي مجموعة من البدائل. المطلوب مني إن أنا أقيم هذه البدائل عن طريق إيه؟ قال لي يتم أخذ كل بديل على حدة ويتم تقييمه كالآتي. عندي معايير لتقييم البدائل اللي هو إيه؟ أول معيار عندي معيار المخاطرة، يعني عايز أعرف البديل ده لو أنا طبقته إيه الآثار السلبية اللي متوقعة من تطبيقه. المعيار التاني معيار التكلفة، هيكلفني قد إيه. المعيار التالت الواقعية، يعني هل البديل ده يمكن تنفيذه ولا مجرد خيال ومش هيعرف ننفذه في الواقع العملي. معيار الوقت، هل اختياري لهذا البديل زمن تنفيذه هيحلل المشكلة في التوقيت اللي أنا عاوزه، ولا هياخد وقت أطول ولا إيه. يبقى كل بديل أخد البديل وأقيمه من خلال المعايير دي، وبعد كده أبدأ أقارن بين البدائل من حيث المعايير اللي أنا استخدمتها، فأقدر أتوصل للخطوة اللي بعد كده، اختيار عملية البديل المناسب. يبقى بعد ما أعمل عملية التقييم أقارن بين بقى البدائل، كل واحد حقق لي قد إيه بالنسبة لمعيار المخاطرة، معيار التكلفة، معيار التوقيت، معيار الواقعية، وهكذا، وأختار البديل اللي بيتماشى مع ظروفي وإمكانياتي واللي بيحقق الهدف بتاعي. يعني مثلا أنا عايزة حل سريع، يبقى ما ينفعش أختار بديل لقيت عندي معيار الوقت بتاعه عالي. أنا عايزة حل
منخفض التكلفة، يبقى ما ينفعش اختار بديل الاقي التكلفة بتاعته عالية وهكذا. يبقى اختار البديل اللي بيتناسب مع سياسات وامكانيات المنظمة، وفي نفس الوقت هيحقق لي الهدف بتاعي. لغاية هنا ادي خطوة اهو، او ادي مرحلة اختيار البديل المناسب اللي هو مرحلة اتخاذ القرار. لغاية هنا لو انا وقفت، يبقى القرار اللي انا اتخذته ده حبر على ورق، انا اخترت لكن لسه ما نفذتوش فعليا. يبقى لغاية المرحلة دي القرار عندي اسمه قرار حبر على ورق. لما نيجي ندخل في المرحلة اللي بعديها، مرحلة ان انا احط القرار موضع التنفيذ، تنفيذ القرار اللي هي وضع القرار موضع التنفيذ. لان لو انا خلصت زي ما قلنا الخطوات السابقة، دون التنفيذ القرار هيكون عندي مجرد حبر على ورق. يبقى أبدأ في عملية تنفيذه ووضعه الايه موضع التنفيذ الفعلي. طيب نفذت البديل، عايزة أعرف بقى لما أنا نفذت البديل اللي أنا اخترته، هل حلل المشكلة ولا لأ؟ وهل لما حل المشكلة برضو عمل ترشيد في استخدام الموارد ولا لأ؟ يبقى إذا عايزة أعرف في الخطوة اللي جاية، هل النتائج اللي حققها البديل هو ده الحل اللي أنا كنت عاوزه ولا لأ؟ يبقى المتابعة معناها التأكد من أن النتائج المحققة متطابقة مع النتائج المستهدفة. طيب بعد ما قيمت البديل الذي تم تنفيذه، أخد قرار بقى. كل فترة دورية لازم أعمل عملية تقييم، هل هستمر في تنفيذ هذا الحل ولا محتاج ان انا اعمل له تعديلات بسيطة، ولا محتاج ان انا اعمل له تعديلات جوهرية، ولا اغير القرار خالص والغيه واختار بديل اخر. يبقى اذا عملية التقييم هتيجي ان انا بقيم الحل الذي تم تطبيقه، هل الحل ده كويس خلينا عليه نستمر في تنفيذه، ولا هو كويس بس محتاج ادخال تعديلات بسيطة عليه، ولا هو كويس بس محتاج شوية تعديلات جوهرية، ولا هو مش نافع خالص فاسحب القرار والغيه واختار بديل غيره. يبقى دي عمليات او مراحل عملية ايه حل المشكلات واتخاذ القرارات. نيجي بعد كده للنقطة اللي بعديها، ايه هي انواع القرارات الادارية؟ انواع القرارات الادارية اخدها من اكتر من زاوية، يعني ابص لها من زوايا مختلفة. الزاوية الاولى من حيث مدى تكرار اتخاذ القرار، يعني القرار اللي انا بتخذه ده بتخذه بشكل متكرر ولا مفهوش تكرار، يعني بشكل جديد. الزاوية الثانية من حيث اختلاف المستويات الإدارية، يعني أنهو مستوى إداري اللي بيتخذ القرارات دي. النوع الثالث من حيث المشاركة في اتخاذ القرار، هل القرار ده هيبقى قرار فردي ولا هسمح بمشاركة الجماعة في اتخاذ القرار. زي ما قلنا النوع الأول مدى تكرار اتخاذ القرار، لو القرار ده بيتخذ عندي بشكل مستمر فهتلاقيه عندي متسجل عندي في الارشيف بتاعي او في الحاسب الالي بتاعي، فبسميه قرارات مبرمجة. يعني ايه؟ يعني قرارات تم اتخاذها بشكل متكرر فاتبرمجت عندي في، يعني اتسجلت عندي في المنظمة، سواء اتسجلت بقى بشكل يدوي في الارشيف، اتسجلت في الحاسب الالي عندي، بحيث ان انا لما اجي اقع في مشكلة معينة على طول الحل موجود عندي لاني سبق واتخذته كتير. لكن في بقى قرارات بتبقى جديدة غير روتينية غير متكررة، فدي اسمها قرارات غير مبرمجة، يعني بتعرض ليها لأول مرة. اما بقى القرارات من حيث اختلاف المستويات الإدارية، ففي قرارات استراتيجية، في قرارات إدارية، وفي قرارات تشغيلية.
وزي ما قلنا من حيث درجة المشاركة في قرار فردي أو قرار جماعي. في أنواع تانية من زوايا تانية، وطبعا هناخد كل واحدة منهم بالتفصيل فيما يلي. من حيث الحالات، يعني إيه من حيث الحالات؟ يعني هل أنا عندي معلومات كاملة فتسمى قرارات حالات التأكد، ولا عندي ما عنديش معلومات ولكن عندي حالات الطبيعة فتسمى حالات المخاطرة، ولا ما عنديش معلومات ما عنديش حالات فاسمها قرارات حالات عدم التأكد. من حيث التوقيت، هل القرار اللي أنا بتخذه لحل المشكلة هل بتخذه قبل وقوع المشكلة فتسمى قرارات استباقية، ولا استنيت لما المشكلة حصلت وبعدين اتخذت القرار فاسمها قرارات رد الفعل؟ نشوف الأنواع دي بالتفصيل. أول حاجة من حيث مدى تكرار اتخاذ القرار، قلنا في عندي تنقسم إلى نوعين، قرارات مبرمجة وقرارات غير مبرمجة. القرارات المبرمجة قلنا هي قرارات روتينية، يعني احنا متعودين ناخدها متكررة، بتعالج مواقف يومية، يعني حاجات بتحصل لنا شغلنا اليومي. بينما القرارات غير المبرمجة دي قرارات غير روتينية غير متكررة، ما بتحصليش بشكل متكرر. القرارات الروتينية بتتخذها بناء على اللوائح والقواعد التنظيمية، لأنها زي ما احنا قلنا متبرمجة عندي، متسيبة عندي في الشركة. لكن القرارات غير المبرمجة طالما هي جديدة، طالما هي غير روتينية، يبقى لازم تتخذ بعد دراسة وتحليل وتفكير. القرارات المبرمجة زي ايه؟ قرارات التعيين، قرارات التأديبية، قرارات المكافآت، واحد عايز ياخد أجازة، واحد عايز إجراءات تعيين جديدة، دي كلها متعارف عليها وتم اتخاذها أكتر من مرة فخلاص دي سهل. لكن لما أجي أقرر عايز أفتح فرع جديد، أدخل سوق جديدة، عايز أعمل هيكلة للعمالة، دي كلها قرارات غير مبرمجة، قرارات غير متكررة، قرارات جديدة. النوع الثاني من أنواع القرارات حيث اختلاف المستويات الإدارية، قلنا تنقسم إلى ثلاث أنواع، قرارات استراتيجية، قرارات إدارية، قرارات تشغيلية. ودي بتيجي من الثلاث إدارات عندنا أو الثلاث مستويات الإدارية، يعني الإدارة العليا هي اللي بتتخذ القرارات الاستراتيجية، ودي تتعلق بالأهداف والخطط طويلة الأجل، يعني بتتعلق بالأمد البعيد في خلال 15-20 سنة. وطبعا نوعية القرارات دي زي مثلا عايزة أنتج منتج جديد، عايزة أفتح سوق جديد، فبتبقى قرارات غير مبرمجة. أما القرارات الإدارية دي بتنبع من الإدارة الوسطى، يا إما بتتعلق بوضع خطوات وإجراءات تنفيذية، أو تتعلق بنواحي التنظيم والإشراف. عندي الأهداف والخطط الطويلة الأجل اللي أنا تم وضعها، ممكن إن أنا بترجمها بشوف إيه بقى الخطط متوسطة الأجل اللي هتحقق لي الأهداف دي. والقرارات الإدارية بيبقى بعضها قرارات مبرمج وبعضها قرارات غير مبرمج، قرارات بعضها بتبقى جديدة وبعضها بتبقى قرارات متكررة، على أساس كمان إن الإدارة الوسط دي هي الإدارة التي تتعامل مع الإدارة العليا وتتعامل مع الإدارة الإشرافية. حلقة الوصل. النوع الثالث قرارات تشغيلية، ودي بتختص بها الإدارة الإشرافية أو الإدارة التشغيلية، وطبعا بتبقى قراراتها مبرمجة، يعني متكررة، يعني روتينية، ودي بتبقى محكومة بالقواعد واللوائح التنظيمية وتتعلق بإجراءات تنفيذ، يعني نشتغل إزاي بقى، نبدأ نشغل آلات، نبدأ نعمل المنتجات بتاعتنا، في حاجات معتاد عليها. من حيث المشاركة، عندما يحتفظ متخذ القرار بالقرار لوحده يبقى هنا قرار فردي، يبقى قرار يتخذه فرد واحد، وغالبا القرار ده بيتأثر بشخصية هذا
المتخذ القرار. يعني ايه؟ يعني لو مدير محب للمخاطرة هتلاقيه دايما يختار البديل اللي بيحقق له اعلى نتائج ايجابية بغض النظر عن نتائجه السلبية، لكن لو مدير متحفظ هتلاقيه دايما يبص للبديل لنواحي السلبية بتاعته اكتر من النواحي الايجابية. وهل المدير ده بيتبع المنطق ولا بيتبع العاطفة؟ يعني لما يجي مثلا حاجة متعلقة بالعاملين، هل أنا هتبع القواعد والإجراءات بغض النظر عن العاملين، ولا هتبع إيه العاطفة، يعني مراعاة شعور الآخرين عند اتخاذ القرار؟ القرار الجماعي ده قرار بيتخذه أكتر من شخص، وأحيانا بتبقى في شكل لجان أو اجتماعات، والقرار الجماعي بيبقى أحيانا هو أفضل من القرار الفردي. ليه؟ لأن أكيد معلومات الجماعة أكبر من معلومات الفرد، الجماعة بتستطيع طرح عدد أكبر من البدائل، لو الفرد مثلا يقدر يطلع لي 4 5 بدائل، طب أنا موجود معايا 10 أعضاء في اللجنة، اضرب بقى 4 5 بدائل في 10 هيديني 50، يبقى عدد أكبر من البدائل. بفكر في المشكلة من زوايا متعددة، لأني لما بعمل لجنة لاتخاذ القرار بختار لجان تخصصات مختلفة أو إدارات مختلفة، فكل واحد بيقدر يبصلي من الزاوية بتاعته أو زاوية شغل، وهنا هيتأثر أو هيقل تأثير شخصية الفرد على القرار. طيب، من حيث حالات اتخاذ القرارات، في قرارات بتتخذ في حالات التأكد. يعني إيه؟ يعني عندي معلومات كاملة عن المشكلة المطلوبة، معلومات كاملة عن البديل ده لما هيتم تطبيقه ايه النتائج اللي ايه هحصل عليها. انا عملت حاجة انا عارفة هيحصل نتيجة ايه، لكن لما ما يتوفر ليش معلومات كاملة عن المشكلة المطلوبة ولكن عندي احتمالات، يعني ايه؟ يعني عندي احتمال هيحصل كذا او كذا، تمام؟ زي انت كده مثلا في الاحصاء وفي الرياضه يقول لك العمله المعدنيه لو انت رفعتها فوق في الهواء هتديك ايه؟ يا ملك يا كتابه، فعندك حالتين، فانت عارف الحالات اللي ممكن تحصل، مثلا ربح او بمقدار كذا او ربح بمقدار كذا او فيها خساره بمقدار كذا، يبقى انا عارف الحالات بالطبيعه بتاعتي، يبقى دي قرارات بتتخذ في حاله المخاطره. يبقى المخاطرة ما عنديش معلومات كاملة ولكن عندي تقدير للاحتمالات اللي ممكن تحصل من حالات الطبيعة. النوع الثالث بقى، ما عنديش معلومات ما عنديش احتمالات من حالات الطبيعة، يبقى دي قرارات بتتخذ في حالة عدم التأكد. يبقى إذن أنا بقسمها لثلاث أنواع، عندما تتوافر معلومات يبقى دي قرارات بتتخذ في حالة التأكد، عندما لا تتوافر معلومات ولكن عندي احتمالات خاصة بحالة من حالات الطبيعة يبقى إذن هنا قرار في حالة المخاطرة. ما عنديش معلومات ما عنديش حالات يبقى أنا في حالة عدم تأكد. طب من حيث التوقيت، قلنا لو أنا اتخذت القرار قبل حدوث المشكلة أو قبل حدوث الأزمة، طب أنا عرفت منين إن هيحصل مشكلة؟ عن طريق التوقعات، عن طريق التوقع بالتغيرات اللي هتحصل في البيئة المحيطة. فتوقعت ان في فترة معينة هتحصل انخفاض مثلا في طلب العملاء على السلعة بتاعتي، يبقى هنا مثلا ان انا اخفض الانتاج شوية. يبقى قرارات استباقية، يعني قرارات يتم اتخاذها قبل حدوث الأزمة، انا مش مستنى المشكلة تحصل عشان اتخذ القرار، انا سبقتها او عملت قرار وقائي ليها. النوع التاني قرارات رد الفعل، هنا بقى استنيت لما حدث ظروف معينة أو مشكلة معينة وأنا اتخذت الإجراء اللي يحل المشكلة دي أو اللي يواجه الظروف اللي حصلت دي، فدي قرارات بتأتي استجابة للتغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة أو استجابة لظروف وأحداث معينة. طيب، ايه الطرق اللي بناخد بيها القرارات الجماعية؟ احنا قلنا القرار جماعي يعني اجتماع مجموعة من الافراد
من تخصصات مختلفة، أعمل لجنة كده ونبدأ نبحث المشكلة ونختار البديل المناسب. طب بنعملها إزاي؟ قال لي هناك 3 أساليب مختلفة لاتخاذ القرارات الجماعية. الأسلوب الأولاني اسمه أسلوب العصف الذهني. أسلوب العصف الذهني يعني بالبلدي كده أعصر عقلك. أعصر عقلك، عصف يعني إيه؟ يعني أنا عايز توليد أكبر عدد ممكن من بدائل الحل. يعني عندي مشكلة، أطرح المشكلة على الأعضاء وأقول لهم أنا عايز كمية كبيرة من بدائل الحل. يبقى هو أسلوب لتحفيز التفكير والإبداع لحل المشكلات الإدارية من خلال اجتماع مجموعة من الأفراد الذي يطلقون العديد من الأفكار لحل مشكلة معينة. طيب عشان أنت تقدر تولد كمية كبيرة من الأفكار لابد من شروط. أول حاجة وده أهمهم، تجنب النقد. ما ينفعش واحد يقول فكرة وأنا أنتقده على طول أو أقول لا لا الحل ده مش هينفع نهائي، ممنوع. ممنوع النقد نهائيا أثناء مرحلة طرح الأفكار. ليه؟ عشان أديله فرصة يطلع كل البدائل اللي عنده. ما أنت لما هتنقده في أول بديل بيطرحه هيوقف مش هيكمل، أو غيره اللي قاعد جنبه خلاص هو كمان مش هيقول. يبقى ممنوع النقد نهائيا أثناء مرحلة طرح الأفكار. الشرط التاني حرية التفكير والترحيب بأي فكرة، ودي برضو جاية من النقد. مفيش واحد يقول فكرة تقول له ايه يا عم ده ما ينفعش، الفكرة دي غريبة، الفكرة دي ما ينفعش تطبقها. لا، كل ما كانت الفكرة غريبة كل ما انا ببتكر حل جديد. يبقى اسيب حرية التفكير والترحيب بأي فكرة حتى لو كانت غريبة، يعني بين قوسين جديدة. تشجيع النقاش الحر يعني ايه؟ يعني اسيب كل واحد يفكر براحته، يا يطلع البدائل او يطرح البدائل الايه اللي هو شايفها لغايه ما يخلص خالص. اثاره حماس المشاركين لتعميق الافكار وتطويرها. يعني واحد قال فكره فطرقت على ذهني انا ان انا اطور الفكره اللي هو قالها ببديل تاني، يبقى اذا انا خدت فكرته وطورت عليها زودت عليها. عشان كده احنا عاملين اجتماع. ليه؟ لان انت قلت حاجة انا كملت عليها، واحد تاني زود عليها، فوصلنا الى حل مناسب. بتتم عملية العصف الذهني من خلال 3 مراحل. المرحلة الاولى ان انا زي ما قلنا رئيس الجلسة بيبدأ ان هو يحدد لي المشكلة ويشرح ابعادها للاعضاء ويطلب منهم يبدوا اقتراحاتهم لحل هذه المشكلة. بعد ما الأعضاء ينتهوا من عملية طرح الأفكار تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة تصفية الأفكار، حيث تتم هنا بقى نبدأ نقيم الأفكار التي تم طرحها واستبعاد أي أفكار غير ممكن تطبيقها. يعني في الواقع العملي لقينا إن هي ما ينفعش تطبق. بعد تصفية الأفكار والوصول إلى عدد معين يبدأ في هذه المرحلة عملية التصويت للأعضاء اللي ليهم حق التصويت واتخاذ القرار المناسب من خلال ان انا بقيم البدائل المتاحة اللي تم تصفيتها واختيار البديل المناسب. يبقى العصف الذهني توليد اكبر عدد من البدائل المتاحة، عدم النقد نهائيا، امكانية البناء على افكار الاخرين، والنقاش الحر. هنا لغاية ما اوصل للقرار النهائي. النوع الثاني اسلوب ديلفاي، وبيسموه الاجتماع عن بعد. يعني ايه؟ يعني الاعضاء اللي هيتخذوا القرار جماعيا مش قاعدين مع بعض، يعني مفيش اجتماع وجها الى وجه. امال ازاي؟ قال لي كل واحد موجود في مكتبه، الخبراء اللي هيتم اتخاذ القرارات من خلالهم كل واحد موجود في مكتبه. طب هتتم العملية ازاي؟ هتتم عن طريق اول حاجة
القائد او اللي هو متولي اداره الجلسه هيحدد المشكله ابعادها، نحدد اعضاء الاجتماع اللي هيشاركوا معايا في اتخاذ القرار، واكتب قائمه اسئله بتحتوي على اول حاجه بوضح لهم المشكله في البدايه، وبعدين اسيب لهم مكان فاضي لاقتراح البدائل المتاحه. تمام، انا مثلا اخترت ان انا هشتغل مع 5 خبراء، اصور الورقه دي 5 مرات وابعتها لكل خبير في مكتبه. يبقى كل خبير هتوصله القايمه دي فيها المشكله وفيها مكان فاضي يحط فيها البدائل المتاحه، فكل واحد هيسجل البدائل اللي هو شايفها متاحه لحل هذه المشكله، وبعدين يرسل القائمة دي تاني للايه المختص او اللي هو قائد الجلسة، هيجمع اجابات الخبراء ويحللها ويكتبها في شكل تقرير مختصر. يبقى انا بعت لك القائمة الاستقصاء دي او القائمة اللي فيها الاسئلة فاضية، وانت بعتها لي مثلا كل واحد بعت لي فيها 5 بدائل، وانتوا مثلا 5 افراد، يبقى رجع لي ب25 بديل أبدأ إن أنا أكتبهم في ورقة مجمعة. الورقة دي اللي فيها عدد البدائل اللي تم تجميعها من الخبراء أرجع تاني أصورها بعددهم وأرسلها لهم، يبقى كل واحد طرح بدائل هيلاقيها موجودة مع بدائل أخرى، ويبدأ بقى يقيم البدائل دي ويبدأ يقول آه والله أنا شايف البدائل دي يمكن تطبيقها، لا البديل ده ما ينفعش تطبيقه في الواقع العملي، ده هيبقى تكلفته كبيرة، ده هياخد وقت، وهكذا. فيبدأ يحط كل واحد آراءه واقتراحاته بالنسبة للبدائل المتاحة، ويرجعها تاني للمختص اللي برضو تاني هيعمل تصفية ويعمل تجميع للقرارات اللي تم تقييمها ويحطها في ورق. ونفضل بقى في الموضوع ده ان هو كل شوية ارسال القايمة وهم يرجعولي بالاراء رايح جاي كده لغاية ما يتم الاتفاق الى البديل المناسب اللي اتفق عليه معظم الخبراء. فطبعا زي ما احنا شايفين هتاخد وقت طويل جدا، هتاخد وقت طويل جدا. يبقى اسلوب دلفاي ده او دلفي بياخد وقت طويل جدا. النوع الثالث مجموعة الأسلوب المجموعة الصورية أو المجموعة الإسمية. يعني إيه مجموعة صورية أو مجموعة إسمية؟ يعني باينة من اسمها، جماعة يعني ناس مجتمعين، صوريا يعني كأنهم مش مجتمعين، يعني قاعدين مع بعض بس ما بيتكلموش مع بعض. فهذا الاسلوب بيجمع بين الاسلوب الاولاني اللي هو العصف الذهني، ان الناس قاعده مع بعض عشان تختار بديل مناسب، وواخده من الطريقه الثانيه ان بستخدم الورقه والقلم، بستخدم الارسال. يبقى ده الطريقه اللي احنا بنقول احنا قاعدين مجتمعين مع بعض ولكننا كاننا مش قاعدين مع بعض، يعني مفيش نقاش شفوي ولكن بيبقى كتابه. بيتعمل ازاي؟ اول حاجه القائد الجلسة يحدد المشكلة ويطلب من الأعضاء المجتمعين مع بعض، موجودين مع بعض اهو وجها إلى وجه، هيطلب من كل واحد يطرح أفكاره بس من خلال ورقة أمامه، يعني كل واحد هيكتب البدائل من خلال ورقة أمامه. فده بتتيح للواحد إن هو يطلع كل الأفكار وما يتكسفش بقى أو يخجل من الآخرين إن هم ينتقدوه، لأن محدش عارف مين كتب ايه. كل واحد خلص كتابة البدائل على الورقة اللي امامه، يبدأ رئيس الجلسة او المنسق يجمع المقترحات دي ويكتبها مجمعة على لوحة او سبورة امام الحاضرين. يبقى انا مثلا كتبت في الورقة بتاعتي 4 بدائل، الاقيهم مكتوبين على السبورة ضمن بدائل اخرى، ويبدأ بقى في مناقشة البدائل المطروحة. يبدأ يقول للحاضرين ها يلا تعالوا نقيم الأفكار المطروحة أو البدائل المطروحة.
فهنا وانت بتقيم الافكار انت عندك الحريه ان انت بقى تقيم الافكار، انت مش عارف القرار ده بتاع مين او الفكره دي بتاع مين، فبيبقى عمليه الخجل او عمليه ان انت حد معين عشان ما يزعلش او يقول لك انت ايه مستقصدني، يبقى هنا في حريه شويه زي طريقه الايه تلفاي. وبعدين نبدا نقيم الافكار حسب الحاضرين ما قالوا، ونعمل عمليه اقتراع وتصويت ليها، يعني أرتب البدائل من الأفضل إلى الأسوأ لغاية ما توصل للقرار النهائي إن أنا أختار البديل اللي حصل على تصويتات أكبر اللي معظم أفراد الاجتماع شافوه إن هو مناسب. يبقى تاني أسلوب المجموعة الصورية، هم مجتمعين مع بعض ولكن بيستخدموا الورقة والقلم، يبقى مفيش اتصال شفوي ما بينهم. يبقى الثلاث اساليب، الاسلوب الاولاني العصف الذهني، احنا مجتمعين مع بعض وبنتكلم شفهي وكل واحد عارف الفكره دي بتاعت مين، لكن الاسلوب دلفاي كل واحد في مكتبه، يبقى دون تقابل الاعضاء، دون تقابل الاعضاء. النوع الثالث بيجمع ما بينهم، مجتمعين مع بعض ولكن بيستخدموا الورقه والقلم. ده كانت اساليب اتخاذ القرارات الجماعية. كده يبقى الفصل بتاعنا خلص، وبرده ياريت نحل الأسئلة اللي موجودة عندنا، موجودة عندك الإجابات بتاعتها تراجعها بعد ما تجاوبها لوحدك. طبعا عندنا برده أسئلة اختيارات نجرب عليها. وعندنا برضو الأسئلة المقالية اللي ممكن تجيلك كسؤال بقى شرح. السؤال الأولاني، اشرح أسلوب العصف الذهني كأحد أساليب اتخاذ القرارات الجماعية. يبقى آخد أسلوب من أساليب اتخاذ القرارات الجماعية وأبدأ إن أنا أشرحه. السؤال الثاني، قارن بين أنواع القرارات الإدارية من حيث مدى تكرارها ومن حيث توقيتها. يعني أقول القرارات الجماعية من حيث التكرار قرارات مبرمجة وقرارات غير مبرمجة. من حيث التوقيت في قرارات استباقية وفي قرارات رد الفعل، وأبدأ أقول كل واحد فيهم أشرحه. يبقى ده كده إجابة المقارنة. شكرا، التوفيق إن شاء الله.